أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السيدات والسادة، نبدأ الآن فعاليات الجلسة العلمية الأولى، جلسة السادة المفتين الأولى. يترأسها الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية السابق ورئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري. وكما هو متبع أيها الحضور الكريم، مدة كل كلمة تتراوح من 5 إلى 7 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نشكر معالي الوزير على رأس وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا الملتقى 34، ونبدأ الجلسة العلمية الأولى، جلسة السادة المفتين. والمتحدثون اليوم الأستاذ الدكتور أحمد الحداد، مفتي إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة، ثم فضيلة الشيخ أبو بكر الزبير، مفتي تنزانيا ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهذه الدولة المباركة تنزانيا، وفضيلة الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا من دولة أوكرانيا. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ فعاليات هذه الجلسة. وكما هو مقرر من إدارة المؤتمر، فكل متحدث له من 5 إلى 7 دقائق. نبدأ بسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الحداد، فليتفضل. تفضل. وهنا ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على الخير والهدى والتفقه في الدين وعلى الرشاد والسداد في هذه الصبيحة المباركة وفي هذا الجمع الكريم الذي حشده هذا الرجل المبارك الموفق الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة سالم، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي ما فتئ أن يجدد الفكرة ويشحذ الهمم كل عام في كل جديد من مستجدات الشؤون الإسلامية. وفي هذا العام تطلع فضيلته إلى حدث كبير يحدث في العالم كله، وهو هذا الفضاء الإلكتروني الذي أصبح حديث الساعة في كل شيء وفي كل أمر من أمور الحياة. وكان لابد للشؤون الإسلامية، الشريعة الإسلامية السمحة لجميع فروعها، أن يكون لها القدح المعلى في هذا الشأن، أن تكون سباقة لا أن تكون تالية، أن تكون من الأوائل الذين يبحثون هذا الأمر الجلل بما يمكن الاستفادة منه وما يجب الحذر منه. إن الفتوى هي أخطر المخاطر في شريعتنا الإسلامية، لما لها من أثر فعال في حياة الناس أجمعين. وكان الفضاء قد اخترق هذا المجال، مجال الإفتاء، فكان لابد للتصدي لهذا الفضاء نفعا به وحذرا من خطره. وقد تشرفت بدعوته الكريمة للحديث عن الفتوى الإلكترونية إيجابياتها ومخاطرها. ف
فأحب أن أختصر الكلمة التي هي بين أيديكم مطبوعة ببضع دقائق فيما يفتح الله عز وجل به. ما هي الفتوى الإلكترونية؟ لأن معرفة الشيء التصور قبل التصديق، تصور الشيء قبل الحكم فيه. هي الفتوى نفسها، هي الإجابة، إجابة السائل عما يسأل عنه في الشريعة الإسلامية على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، إلا أن الإطار والوسيلة هي الفضاء الإلكتروني. هذا الفضاء الإلكتروني هي الوسيلة للوصول إلى الفتوى. فالفتوى يعني أن تصدر من مفتٍ. إذا قلنا فتوى فلا بد أن تكون صادرة ممن هو أهل للإفتاء. فإذا صدرت من غير ذي صفة، من غير متخصص له، كانت عندئذ كارثة ولم تكن فتوى. وهذا إن المستفتي يدخل في مواقع الجهة التي يريد أن يسأل عنها ما دام قد فتح له هذا الفضاء من فرد أو مؤسسة أو منتدى، فيطرح سؤاله ويقوم المفتي بتحرير الجواب الذي يراه لسؤاله. فإن حرر الجواب وتمت مراجعته من الجهة الإشرافية إن كانت موجودة عندئذ يرسل له الجواب، وبالتالي تصبح هذه الفتوى هو محل عمله. فهذا الفضاء إذن هو الذي يوصل هذه الفتوى إلى المستفتي، وعندئذ إن كانت هذه الفتوى صالحة أفادت، وإن كانت سالبة أفسدت. فلذلك كان هذا الفضاء من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، أن سخر لهم الكون للاستفادة من آياته، من الاستفادة منه، كما يشير لذلك قول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكان هذا الفضاء الذي قرب المسافات وسهل سبل التواصل ويسرها بما سمي بعصر التكنولوجيا من آيات الله سبحانه وتعالى، وقد تعددت استخداماته في كل شيء، حتى غدا في عالم الذكاء الاصطناعي ينافس البشر في خصائصهم بما سمي بالروبوتات التي تحاكي البشر في كثير من الأشياء. والذي يهمنا هنا هو ما يخص الإفتاء ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى. أرى أن تسخير هذه التقنية للإفادة منها في خدمة الإسلام هو من حفظ الله تعالى لهذه الرسالة الخاتمة. وواقع هذا أن المسلمين لما انتشروا في البلدان كانت هذه التقنية أيسر سبيل لتعريفهم بأمور دينهم ودنياهم، فيتواصلون بها مع العلم والعلماء ويسترشدون بما عندهم من العلم، كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الانتفاع ليس قاصرا على أولئك المهاجرين إلى البلاد غير الإسلامية أو القاطنين بها، بل إن الانتفاع من هذه التقنيات يشمل المسلمين في بلادهم أيضا، سواء أكانوا من العلماء الذين ينشرون الدعوة إلى الله تعالى وفقه الإسلام، أو كما أمرهم الله عز وجل بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أم من المستفيدين من طلاب العلم الذين يبحثون ويتدارسون الفقه وغيره، أو من المستفتين الذين يستسهلون التواصل مع المفتين أو مؤسسات الإفتاء من خلال هذه التكنولوجيا التي قربت البعيد وسهلت العسير. فهي إذن من نعم الله تعالى الظاهرة إن استخدمت في هذا السبيل النافع، وهو الواجب على كل مسلم ومسلمة. لذلك كان لها إيجابيات كثيرة. من إيجابياتها أنها تيسر الوصول إلى الفتوى في لحظة ما، ويستغني المستفتي بذلك عن السفر والتنقل بين البلدان والدول، وعن الاتصال الهاتفي الذي قد يتيسر وقد لا يتيسر. ثانيا أن تنوع الفتوى الإلكترونية
فهي متنوعة، فقد يسأل أكثر من مفتٍ ويجد أكثر من إجابة، وعندئذ يختار إجابة تتسق مع واقعه وتطمئن إليه نفسه. كذلك من إيجابيتها تيسير الاستفادة من كافة شرائح المجتمع، وفي كل صغيرة وكبيرة تخطر في بال المستفتي ويود أن يسأل عن حكم الله تعالى فيها. كذلك من إيجابيتها رفع الحرج الذي قد يكون عند السائلين إذا ما كانت المسألة ذات خصوصية لا يحب أن يعرفها الناس. ومن إيجابياتها أيضا تيسير التواصل مع المفتين في العالم الإسلامي للمسلمين الذين يعيشون في البلاد غير الإسلامية. ومن إيجابيتها أيضا أنها تمكن المفتين من تبيين شرع الله تبارك وتعالى لشرائح كثيرة من المسلمين، فيبلغون عن الله رسالاته ويؤدون أمانة الحلم ويؤدون أمانة العلم التي حملوها. كذلك تفتح آفاق المعرفة للمسلمين لا سيما في القضايا المعاصرة والمستحدثة التي لم يسبق بحثها عند السابقين. أما مخاطرها فكثيرة كذلك، إما من جانب المفتين فقد يكون الذي يتصدر للفتوى غير مؤهل للفتيا، إما لقلة بضاعته في الفقه فيفتي بغير علم فيضل في نفسه ويضل غيره، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أو من جانب التقنية المستخدمة في عملية الإفتاء فإنها غير منضبطة، حيث يمكن لأي أحد أن ينشئ موقعاً إلكترونياً ويتحدث فيه باسم الإسلام أو الفتيا من غير أن تكون عليه رقابة أو ضبط، فيحدث الخلط الكبير بين الحق والباطل. وكذلك قد تكون المخاطر من جانب المستفتين، فإنهم قد يختارون ما يناسب أهواءهم من غير مراعاة لما هو الصواب والمعتمد في الفتوى، اعتماداً على أنه سأل من يسمى مفتياً أو رأى فتوى أو فتاوى متعددة مختلفة لمسألة واحدة أو يظنها كذلك، في موقع أو منتدى، فيتحير في أي الأقوال يأخذ، وقد لا يعطي الصورة كاملة للمفتي، أو أن المفتي لم يتمكن من استيضاح الصورة على الوجه الأكمل، فتكون الفتوى منزلة على غير الصورة الحقيقية. وقد يكون الخطر من جانب الفتاوى أيضا، فقد تكون غير واضحة للسائل، إما لغرابة ألفاظها أو أنها مقيدة بضوابط غير متحققة، أو أنها مرتبطة بحال دون حال أو زمان دون زمان أو مكان دون مكان، فيكون الأخذ بها في غاية الإشكال. فهذه مخاطر لا بد أن تجتنب عند أولئك المستخدمين لهذه الوسائل الفضائية لأخذ الفتوى. فما هي الوسائل الدافعة للمخاطر والجالبة للمصالح؟ هناك ما من شيء إلا له مصالح وله مساوئ، هكذا كتب الله في الكون كله أن لكل شيء محاسن ومساوئ، فيمكن أن نأخذ المحاسن وندفع المساوئ بما يلي: أن يكون أولا أن يكون المفتي مؤهلا للإفتاء، بأن يكون من أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ فيه المصرح له بالإفتاء من الجهات الرسمية، فإنه لا يجوز أن يتصدر للإفتاء غير المتخصصين في الفتوى، فقد حرم الله تعالى ذلك أشد تحريم، وذلك بقوله سبحانه: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل على أن القول على الله تعالى بغير علم هو من وحي الشيطان لإغواء بني آدم. وكذلك قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن القول عليه سبحانه وتعالى بالشرك به ونظمه في نظم الفواحش. وكذلك يقول جل شأنه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمفتي يخبر عن الله تعالى لأنه ينسب قوله لشرع الله،
الذي شرعه لعباده، فإذا لم يكن فقيها عالما بما يقول كان متقولا على الله فدخل في الوعيد الشديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، يتحمل الإثم ذلك المفتي الذي كان غير مؤهل. نعم، فقرة دقيقتان لو تكرم. اثنان، أن تكون الفتوى مرعية من الجهات الرسمية فتعين من يصلح الإفتاء وتمنع غيره، لأن ذلك من واجبات ولي الأمر، فإنه هو المسؤول عن حماية الناس في دينهم ودنياهم. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن الخطيب البغدادي قوله: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. ثالثا، أن تكون هناك رقابة متخصصة على مواقع الإفتاء الإلكتروني من الجهات المعنية المعتمدة لحماية دين الناس ودنياهم، حيث إن المواقع التي تنشر الفوضى في الدين بالفتاوى الباطلة تثير القلاقل والفتن، ومن ثم يجب التصدي لها ومنعها. أربعة، أن يتحرى المستفتي عمن يأخذ، فإنه يجب أن يعلم ما في بعض المواقع الإلكترونية من زيف وباطل، فليجتنب ذلك وليبحث عن المفتي المعتمد الذي يركن إليه. فقد قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، دينك دينك، يعني إلزم دينك، دينك دينك، فإنما هو لحمك ودمك، فإن يسلم لك دينك يسلم لك جسمك ودمك، وإن تكن الأخرى فتعوذ بالله، فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفأ، وجسد لا يبلى، ونفس لا تموت. وهذا حظ مهم من هذا الإمام الجليل على تحري من يؤخذ عنه الفقه والفتوى، لأن الفتوى تعني العمل بالشرع، فإذا لم تكن صائبة كانت افتئاتا على الشرع بسبب أخذه من غير أهله. فلذلك يتعين على المستفتين، على الراغبين في الفتوى، أن يبحثوا عمن يأخذون العلم، وأن يأخذوه عن أهله لا عمن هب ودب. وعلى كل من طلع على هذه الشاشات فهذه مسؤولية كل مسلم ومسلمة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الدكتور أحمد الحداد، وإن كان قد تجاوز بما يزيد على نصف الوقت المسموح، لكن من حبنا فيه نسامحه لأن كلامه مهم، والمسامح كريم. نرحب بفضيلة الشيخ الحافظ شاكر فتاح ورئيس العلماء ومفتي الديار بمقدونيا الشمالية، فمرحبا بك، ونقدم اعتذار فضيلة الشيخ أبو بكر زبير عن عدم الحضور. نستمع الآن إلى فضيلة الشيخ أحمد تميم، ولك أن تجلس هنا عشان تكون تحت السيطرة. أبدأ؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. يعني بعد كلام سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ومعالي الأستاذ الدكتور علي جمعة ووكيل مشيخة الأزهر، يعني ماذا نقول؟ لكن كلمتان أضيفهما إن شاء الله تعالى، وأتكلم عن خبرتنا في أوكرانيا. سابقا وكما تعلمون دائما كان هناك من هو من أتباع الملل والمذاهب والطوائف، ولكل له حزبه وأنصاره، وكانت هناك التنافر والتناحر وأحيانا الاقتتال، ولكن لكل له فضاؤه.
وطبعا كان هناك فضاء أهل العلم وخاصة في المساجد التي قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع المساجد، فكان هناك الفضاء، فضاء العلم والبركات ونزول الرحمات. وعلى سبيل المثال عندما علم أهل بغداد بوصول الفريابي الإمام الفريابي، فأوعدوا الناس في مكان واجتمع حوالي أو نحو 30,000 لسماع الحديث. وإن تكلمنا عن الإمام أحمد الرفاعي الكبير فنعلم من كان يحضر في مجلسه وماذا كان يحصل من تأثيرات. أما في زماننا فنرى أنه قل من يحضر مجالس العلم، وكثر من يحضر مجالس الفساد والعبث. وإضافة إلى كل ذلك نحن انتقلنا من فضاءات إلى فضاء واحد هو ما يسمى بالفضاء الإلكتروني، وهذا الفضاء الإلكتروني سبقنا إليه من سبق وعم فيه الفساد أكثر مما سبق. وإن كان الاقتتال والمناوشات سابقا في مناطق محددة، أما الآن في ثوان يشارك في هذه المجادلات والمناظرات والمسبات للأسف جماهير عديدة. ولكن كما ورد في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية قل من يفقه وقل من يعقل وقل من يؤمن. فالذين يتكلمون عن الإسلام واحد من ثلاثة فئات: فئة تشهر علنا عداءها للإسلام إن كانوا من أهل الإلحاد أو من أهل الملل الأخرى، وهؤلاء يجاهرون في عداوتهم للإسلام وما يفعلونه ظاهر للجميع، وقل من نراه بحكمة يرد على كل هذه الأشياء. والفئة الثانية التي تظهر الإسلام وتبطن ما تبطن للوصول إلى حظ دنيوي، فإن كان من أصحاب الفكر المتطرف والذين ظهروا بكميات واسعة وانتشروا بوسائل عديدة، وهناك من يشجع هذا الانتشار لصبغة الإسلام بالإرهاب والتطرف، فكان هناك فيديوهات داعش وأمثال داعش، وأنتم تعرفون كم هذا أثر في عقول المجتمعات الغربية وترسيخ فكرة الإسلام هو الإرهاب والعياذ بالله. بالإضافة إلى الحركات الباطنية التي تظهر الإسلام وتستميل الناس إليها بوسائل شتى، إن كان باسم الثورات أو باسم المغريات الدنيوية وما شابه. أما الفئة الثالثة فهي فئة أهل السنة والجماعة والتي نحن منها، ولكن هناك البعض من صار يستعملها هذه القنوات للتركيز على ما ينتمي إليه من حزب، وبعضهم اشتغل في تكفير الآخرين، وبعضهم اشتغل في التشديد في بعض المسائل، وظهر غير الذين لهم الحق بالكلام، وذلك بواسطة الأسماء المشبوهة والتمويه في الأسماء. وكما كان سابقا هناك من كان يطبع الكتب ويقول أنه المحقق الفلاني والمحقق الفلاني، ويعتمدون على كتاب مثلا صحيح البخاري أو غيره ويضيفون من عندهم ما عندهم، أما الآن صار هذا أكثر وأوسع عبر الفضاء الإلكتروني. فنرى أن الكثير ممن يسمي نفسه الدكتور فلان والشيخ الفلاني ويفتي ما يفتي مما عنده، وبعضهم من يعطي الإجازات وهو لا يعرف لمن يعطي، وذلك بسبب ما يسمى الأونلاين، ويجمع العدد الكبير ممن يحضر هذا الدرس أو هذه المقالة أو هذه المناسبة. فحتى المكتبة الإسلامية التي صارت في الإنترنت، فنحن نرى أن العديد من المكتبات الإسلامية وكل يدخل ما يراه مناسبا لميوله، فمن الصعب جدا أن نترك هذا الأمر
ونقول أننا تأخرنا أو أنه هناك ما هو معلوم إسلامي في الإنترنت فنعتمد عليه. هناك ما يسمى أمن الدعوة، إن كان في المطبوعات والمرئيات أم إن كان فيما يسمى الآن الفضاء الإلكتروني. فنحن بحاجة ماسة لوضع قواعد لما يسمى الأمن الدعوي في الفضاء الإلكتروني، لأننا لم نستطع أن نضع الأمن الدعوي في ما هو سبق الفضاء الإلكتروني. نرى أنه لا يسمح لمن يريد أن يجري عملية جراحية إلا إذا كان طبيبا مأذونا له، ولا يستطيع أحد أن يتكلم في باب من أبواب الهندسة وغيرها إلا إذا كان من أهل الاختصاص. أما في مجال الدين فنرى أن الأمر مفتوحا للجميع بحجة حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان وما شابه. فماذا نفعل مع وجود الفضاء الإلكتروني؟ فطبعا هذا من الأمور الصعبة السيطرة عليه، لكن بخبرتنا في أوكرانيا، أنا بدأت في أوكرانيا في تأسيس الإدارة الدينية منذ 32 سنة، فلم يكن هناك مصلى، ولم يكن هناك مؤسسة دينية ولا مسجد، ولم يكن هناك من دعاة، وانتشرت فورا الكتب التي للتنظيم الفلاني والتنظيم الفلاني من الحركات الإرهابية باللغة الروسية وبغيرها من اللغات المحكية في تلك البلدان. فماذا نستطيع أن نفعل؟ فأول ما قمنا به وما زلنا نقوم به هو نشر علم الدين الضروري، ونؤكد على المجمع عليه، وهذا ما نتمناه بأن يكون من أهم الأمور التي علينا القيام بها، إن كان دون الإنترنت أو إن كان عبر الفضاء الإلكتروني. لابد من نشر علم الدين الضروري، لأن هذا الأمر يجعل هناك وقاية بين أبناء المجتمع. عندما تكون هناك وقاية فمن يفتح الإنترنت فهو يفهم أنه وصل إلى باب لا يسمح له بالاستمرار في الخوض فيه، لأنه تلقى الوقاية. هذا أمر مهم أريد التركيز عليه. عندما نحن نشرنا علم الدين الضروري، وبما أن هناك فئات من المذهب الحنفي وأخر من المذهب الشافعي، أعطينا المجال للكل. اختلاف المذاهب رحمة، ولكن الأصل فيما مجمع عليه هذا نشرناه، لأننا لا نستطيع أن نسيطر على الإنترنت. فبعدما أن نشرنا هذا العلم فانتشر أهل الخير في الدفاع عن دين الله عبر الإنترنت، وصار الناس يأتون بالكتب المتطرفة ويقولون هذه كتب متطرفة، وصار هناك من يهاجم القنوات التي هي في الإنترنت للفكر المتطرف، وهذا ساعد بنشر الخير للغير، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم أو لا يصل إلى حقيقة الإيمان من لا يحب لغيره من الناس ما يحب لنفسه من الخير. فبنتيجة ذلك انتشر الإسلام بين غير المسلمين، ودخل في الإسلام آلاف، وذلك بوظيفة الداعي، والداعي هو كل مسلم مكلف حصل علم الدين الضروري. هذه الوسيلة التي نستطيع عبر الفضاء الإلكتروني أن نكون في حماية للمجتمعات. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لسعادة وسماحة فضيلة الشيخ أحمد تميم، وننتقل الآن للاستماع إلى السيد فضيلة الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، رئيس العلماء ومفتي الديار المقدونية الشمالية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بالعلم والتعليم والتدبر والتفكر والمحبة والسلام. رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين،
يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الحضور الكرام، الإخوة والأخوات، سيداتي وسادتي، أريد أن أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم. وكذلك أريد أن أشكر جدا رئيس الجلسة أستاذنا الكبير سماحة الشيخ علي جمعة حفظه الله. يشرفني أن أتقدم أمام حضراتكم باسمي وباسم الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية، ونيابة عن جميع المسلمين في بلدي، عن شكر الخاص إلى معالي الوزير الأخ الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وعلى وجه الخصوص أتقدم بأخلص الشكر والتقدير وتحياتي إلى فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بارك الله في جهوده وحفظه الله من كل شر ومكروه، وحكومته الرشيدة على تنظيم هذا المؤتمر العظيم والمهم للغاية. إن دعوة بلدي لمشاركة في هذا المؤتمر العظيم تدل على احترام ورعاية ودعم الإسلام والمسلمين في البلقان خاصة وفي أوروبا عامة. المسلمون الذين يحملون رسالة الإسلام ويحاولون بأقصى قدر من الهمة في الجهد تقديمه في تلك البلاد على أحسن صورة ممكنة. في هذا الوقت حيث نشاهد تطورا كبيرا من الديناميكية الاقتصادية والإلكتروني والتكنولوجية والثقافية، يتطلب منا كحامل رسالة الإسلام حقا الاحتراف في جميع مجالات الحياة اليوم مساحة منافسة قوية. لذلك يجب أن نفهم أنه اليوم لا يمكننا التحرك إلا بالتزام غير عادي دقيق واحتراف وتدريب وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والإلكتروني المعاصر. ولهذا السبب يكشف عنوان المؤتمر الذي اختاره المنظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة بالحيوية الموضوع للعصر التكنولوجي والنشاط في التوجيه الصحيح نحو القضايا المهمة للأمة الإسلامية.
والقضايا التكنولوجية والإلكتروني وله وزن كبير نحو توجيه صحيح للتخصيص التطور والازدهار في مجال الدعوة، وهذا لا يكون بدون نستخدم الأعضاء الفضاء الإلكتروني المتاح للتصحيح صورة الدعوة في أوروبا وخاصة في البلقان، ونحن نحاول أن نقدم هذا في أحسن طريق. نحن المسلمون مقتنعون بأن الهداية لله فقط، كما ورد في القرآن الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ذلك يبقى للأعضاء الإسلام تطوير وسائل الدعوة الإسلامية في العديد من المجالات بناء على تغيرات الزمان والمستجدات في مجالات عدة. أيها الحضور الكرام، أنا مقتنع بأننا إذا أخذنا في عين الاعتبار توصيات هذا المؤتمر فسوف نتوصل إلى ركيزتين مهمتين للغاية للوقت الذي نعيش فيه. الأولى: العرض الصحيح والعقلاني عن الله وعن المجتمع وعن الإنسان وعن العالم نحو مستقبل سليم من العوائق. والثاني: تضييق المساحة للمتلاعبين من الفرق المختلفة التي تعطي فكرة خاطئة عن الإسلام وتعاليمه وقيمه، وهذا الفهم المزعوم للإسلام يؤدي إلى ظهور التعصب والتطرف والإرهاب الذي لا علاقة له بالإسلام. وفي النهاية نعرب عن خالص الشكر والتقدير وندعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا في فعاليات هذا المؤتمر وتكمل بها قصد المنظم في ويكون من ورائه خير للعباد والبلاد. وليجزيكم الله عز وجل خير الجزاء ويبارك لكم وفي جهودكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسماحة الشيخ الحافظ شاكر. ونأتي الآن إلى دور المداخلات، وطلب المداخلة الدكتور عبد الحميد متولي من البرازيل، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لفضيلة مولانا إتاحة الفرصة. نتجاوز الشكر إلى، لأن أنت ما قدمتش إلا 3 دقائق. تمام. نبدأ بسم الله. الحقيقة أتقدم بخالص شكري وتقديري لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا اللقاء الجامع الحافل بأكثر من 200 عالم ومفتي على مستوى العالم، وهذا الجهد الذي يمثل السبق التاريخي لوزارة الأوقاف المصرية لهذا العمل على مستوى الأمتين العربية والإسلامية، فجزاه الله عنا وعن الإسلام وعن الدعوة الإسلامية خير الجزاء. تعلمنا من أستاذنا الدكتور علي جمعة: تعلم قبل أن تتكلم، وهذا يعد بمثابة القاعدة الرئيسة التي لو سار عليها الجميع ما حدثت هذه الفوضى في الفضاء الإلكتروني. يعني أنا أنتهز الفرصة معالي الدكتور، فمعاليكم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، فأتقدم يعني برجاء لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أن تكون من توصيات هذا المؤتمر
أن يرفع من خلالكم توصية لمجلس الشعب بوضع القوانين التي تحكم هذا الاختلال في الفضاء الإلكتروني. لابد من ممن يتحدث في الفضاء الإلكتروني من مؤسسات وليس أفراد، حتى نضبط حركة الدعوة وحركة الفتية. فالدعوة الإسلامية أمانة والفتية أمانة، فأمانة الدعوة وأمانة الفتوى تقتضي وضع الضوابط الشرعية والأحكام والقوانين التي تحفظ أمن هذه الدعوة، لأن تشويه هذه الدعوة يسيء إلينا في الدول الخارجية. فتشويه صورة الإسلام من خلال الفضاء الإلكتروني هو بمثابة القضاء على نشر الدعوة الإسلامية في الخارج. فالحقيقة يعني نود يعني هذا المطلب يكون من معاليكم ومن خلالكم، ونشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على النماذج المشرفة في الخارج لمفادي وزارة الأوقاف المصرية على التقنيات الحديثة التي لم تكن من قبل، خاصة مع مبعوث وزارة الأوقاف، والتحفيظ عن بعد والتعليم عن بعد لمبعوث وزارة الأوقاف، وهذا يسر الأمر الكبير، خاصة أننا هناك في أمريكا اللاتينية في مسافات بعيدة ولا يستطيع الكثير من الإتيان إلى المساجد أو تعليم الأولاد. فكان هذا المسار للتعليم والتحفيظ عن بعد هو السبق أيضا لمبعوث وزارة الأوقاف المصرية في أمريكا اللاتينية. فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي جهودكم. وأقول كلمة أخيرة، عمارة الأرض التي طالبنا الله عز وجل بها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، لن تكون إلا بعمارة المساجد. وعمارة المساجد في العشر السنوات الأخيرة كان هناك أكثر من 1500 مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الرعاية، ويجب أن نبين هذا للناس ونقف صفا واحدا خلف قيادتنا وندعو إلى وحدة الأمة لذلك. وعلينا أن نحارب الفكر المتطرف وإخوان الشياطين في كل مكان، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عبد الحميد متولي. نستمع الآن إلى مداخلة من الدكتور صابر عبد الدايب، فليتفضل، وأيضا 3 دقائق لا يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للمنصة الكريمة وإلى عالم الفقيه الدكتور علي جمعة وكل الذين تحدثوا، مع الشكر لمعالي الوزير محمد مختار جمعة. وأقول إن هذا الموضوع هو موضوع عصري يدل على أن علماء مصر والعالم الإسلامي يواكبون الأشياء الحديثة. ليه بس يعني عدة اقتراحات وتعليقات سريعة أو تمثل رسائل سريعة. فالدكتور أحمد الحداد يعني رأيناه يركز على الفتوى، وأنا أقول الفضاء الإلكتروني ليس مجاله الفتوى فقط، ولكن هناك أشياء كثيرة بحجم مشاكل العالم الإسلامي وحجم الفكر الإسلامي وحجم مواجهة كل الأفكار بالحوار تحتاج أيضا إلى العناية بها. مثلا مقاومة موجات الإلحاد وتشويه ثوابت الدين، وهذه موجودة أقول في أغلب البلاد العربية والإسلامية، هذه الموجات موجودة وتكثر حتى أصبحوا يجاهرون بها ولا يتوارون خجلا. أيضا إنشاء المنصات للرد على الفتاوى المضللة كما قال العلماء. هناك أمر مهم أرجو أن إذا كانت تؤخذ توصية إذا أقر بها الأساتذة، السعي لإدخال اللغة العربية في الفضاء الإلكتروني، لأن هذه مشكلة المشاكل. نحن نستورد ونستهلك كل شيء، فنحن الذين كما يقولون مغلوبون على أمرنا يعني. أيضا بذل الجهود الراشدة ل
لمخاطبة الأقليات الإسلامية في بلاد الغرب وكذلك البلاد الإسلامية الناطقة بغير العربية. وأيضا هناك ظاهرة خطيرة جدا، هذه الظاهرة هي ما هناك مصاحف محرفة وللأسف منتشرة في الفضاء الإلكتروني بل ومطبوعة في بعض البلاد. نرجو من السادة العلماء والسادة المسؤولين يعني أن نبحث هذا كله، وأعتقد كل منا غيور على دينه وعلى إسلامه وعلى هذه الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور صابر عبد الدايم، وإن كنت يعني أتمنى منه كتابة قائمة بكل ما تحت يدك من هذه المحرفات حتى تكون بداية لتتبع جاد ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومتها وحذفها والتحذير منها إلى آخره. لكن الفضاء الإلكتروني كما تعرف واسع ويحتاج إلى بدء، فلو كان عندك هذا البدء تعطيه لإدارة المؤتمر للقيام به. كنا نتمنى لو أننا نختم بمسك الختام معالي الوزير، يعني نستمع له تعليقا على هذه الجلسة المباركة التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة باعتبارها من جلسات العلم. وقبل ذلك، قبل أن نستمع إلى معالي الوزير بعد إذنه، بعد ذلك في استراحة إلى الساعة 2:30، ثم ننبه على الجلسة الثانية للمفتين، هذه هي الجلسة الأولى وهناك جلسة ثانية أيضا. فلو وافق معالي الوزير على سعداء. أستاذنا ربنا يحفظك، أولا والله أستاذنا بصدق يعني كل الشكر والتقدير والدعاء لفضيلتكم، أن يزيدك الله علما وفقا وتوفيقا وسدادا، وبنشكر فضيلتك على تفضلك بقبول رئاسة هذه الجلسة. وأنا بقى بدعو، أنا شخصيا اتعلمت ده نموذج لرئاسة الجلسات، نموذج يحتزى لرئاسة الجلسات، وقت نموذج هنطبقه ونمشي عليه. أو الله بصدق يعني أرجو من أمانة المؤتمر تسجيل هذا المدح والاعتراف طبعا على صوت وصورة علشان أنا لم أرى في حياتي يعني فيما في اعتز به من شهادات، نضع هذا على رأسها. أستاذنا ربنا يحفظك، لا الحقيقة مش مجاملة طبعا، أستاذنا الدكتور علي عالم في مكان وعلمي، والحقيقة وإحنا كنا صحيح منتظر نستفيد بمقدمة طويلة من سيادتي حول الموضوع، لكنه يعني آثر البعد الـ يعطي نموذج حقيقي لإدارة الجلسات. إحنا أحيانا بعض الإخوة في أي مجال عندما يقدم جلسة هو بيتكلم أكتر من المتحدثين كلهم في الجلسة، فأنا بصدق إحنا صحيح كنا بنود نستفيد من علم وخبرة فضيلتك وقائم إن شاء الله، لكن هذا بصدق نموذج في حفظك الله. الحقيقة الدكتور صابر يتكلم عن موضوع التشريعات، احنا طبعا فضيلتك وفضيلة الدكتور يوسف في مجلس رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ، احنا بالفعل في ضمن التوصيات استكمال التشريعات الخاصة بموضوع التحول الرقمي، وبإذن الله شرفنا نرفعها لحضراتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا بس بأكد على نقطة، احنا يمكن إلى الآن احنا جعلنا المحاور في قسمين، القسم الأول الشرعية أو التأصيل النظري حول هذا الموضوع، لكن إن شاء الله في الجلسات القادمة هناك عدة جلسات تقنية من خبراء متخصصين في إدارة النظم موجودة في بيانات المؤتمر من تخصصاتهم، في جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي فيها اثنان من خبراء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، في حد من إدارة النظم، في جلسة الأكاديمية البحرية غدا، في جلسة الإعلام، فإحنا خدنا كلمات السادة الوزراء، كلمات السادة المفتين، الجلسة التالية أيضا استكمال جلسات السادة المفتين، لكن بعد ذلك سنتحول إلى الجلسات التقنية أو الفنية، ويبقى فيها عرض أيضا
لأحد الشباب المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويمكن احنا الى الان بنركز على الخطاب الديني. احنا يمكن كنا مع زميلنا العزيز سيادة الفريق كامل الوزيري فبنتكلم في تقنية الذكاء الاصطناعي مجال السيارات اللي بدأت دول العالم تطبقها، وانا مش بعيد مش دول العالم، احنا هنا في مصر ان شاء الله المونوريل اللي هيشتغل بدون سائق بالذكاء الاصطناعي. فبقول احنا نحتاج، بقول له هناخد قد ايه؟ قال المرحلة الاولى هتاخد من 3 إلى 6 أشهر مرحلة تجريبية، لان ده بدون سائق، ده مش سيارة، ده قطار المونوريل. قال لاني لازم نتأكد من تقنية التشغيل لانه يشتغل بدون سائق. فاذا كنا احنا على وشك تطبيق تجربة النقل الذكي، فالذكاء الاصطناعي داخل في النقل الذكي، داخل في مسألة الطاقة، داخل في تحلية المياه، داخل في العلاج عن بعد. فهي القضية ليست فقط ده الجانب الديني احد الجوانب اللي محتاجة التسقيف، لكن هذا المجال يعني من يبتعد عنه ربما يصيبه كثير من مضمار التخلف، ولابد زي ما قال الزملاء شيء عملية تسقيفية من خلال هذا المؤتمر بأهمية الذكاء الاصطناعي. ده جاي في التقنيات، في الجلسات التقنية والجلسات الفنية، وان الموضوع مش لم يقف فقط. وكان يمكن قلت احد المتخصصين جلسنا معه قال انه سنة 1986 كان بيسجل او بيحضر الدكتوراه في امريكا في الذكاء الاصطناعي في كيفية قراءة المخ البشري، وقال دخلنا معمل وجدنا فيه عدد من المخ البشري المتبرع به في درجة تجميد 300 تحت الصفر، ولما سألنا قال احنا بنحاول نصل لشريحة تقع عقل الانسان، فاذا ما وصلنا تمكننا من قراءة هذه العقول من خلال المخ المحتفظ به. مسألة يعني تتعلق بتقدم الامم، بتقدم علمي، ببحث علمي. ان شاء الله باذن الله نؤمل ان احنا يشكل المؤتمر اضافة، وباذن الله يعني احنا مقضين هناخد قسط كده خفيف من الراحة، ولكن ان شاء الله الساعة 6:30 هناك مقائد ختم القرآن كان بيتم السادة القراء في المساجد، وصلوا الى جزء 30، نخبة من كبار القراء هنا الساعة 6:30 سيقرؤون الجزء 30 مع ختم القرآن. ندعو حضراتكم حتى من سيأخذ قسطا من الراحة ان نسعد به في ختم القرآن. ومرة اخرى بشكر استاذنا واسيب لحضرتك تختم الجلسة. مرة ثانية الموعد 2:30 لبدء الجلسة الثانية العلمية للمفتين هنا إن شاء الله. شكرا لكم.